زي سويت محمد اكرمك الله مشكور الله يسلمك خوش فطار يا نايبه كل مره تجينا احسن ريوق اي والله وايد حلو الحمد لله صباح الخير صباح ان شاء الله بالخير يا امك هلا ابك هلا ايش في وجهك كذي احمر الظاهر زاد عليها ايش قلت انت اقصد حساسيه الظاهر فيها خليك فطايرك بس ان شاء الله حط عليه شيء بارد بيروح صدق؟ ايه يعني مو معجون اسنان؟ لا شكو معجون اسنان بدريه والله ما ادري عنها تليل هذه من امس وهي تدهن وجهي بهالمعجون الا معجون الا انا كل اشوف في اليوتيوب يحطون على الحروق معجون هي صادقه بنتي انا بعد قاريه بكويت 25 كاتبين المعجون زين للحروق والبشره لا لا واي مو من صدقكم ترى معجون الاسنان حق تنظيف الاسنان مو حق شيء ثاني عندك انتي زين ايش اسوي يعني؟ بطلي الفريزر اي زين في تليل تسوي اي شيء وبعدين حط على وجهك بازاليا تبرد الحساسيه يما ايش فيش ما تاكلين هي يما جبستي خلاص شبعت بالعافيه الله يعافيك يما ولد ايش تسوي فيكم لا تضحك على بنتي لو مكانها كان سويت اردى منها والله لو انا بمكانها راح اكل البازيلا كلها لا 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 شكلها زعلت اي حرام شكلها وايد زعلت بدرية اضطري بكلمك لا والله لا هي متعبدة تفشلني وانا اللي بقرا صدقت كلامها ها بدرية ها يا بقرا يلا عاد لا تكبرين المواضيع ترى شيخة ما كانت تقصد الا تقصد ما سمعتي لما قالت غار بدي ادري والله قلبها اسود اسود سوت روحها المسكينة والزينة والحلوة عشان تفشلني قدامكم الله 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 يا بدرية كل هذا شايلته في قلبك ايش دعوة ترى شيخة ما كانت تقصد تبي تساعدك وانت بعد ايه قولي غبية بقرة قولي بدرية ترى السالفة تضحك كلنا ضحكنا الا هذه الشيخة ادري كانت بتضحك محمد علي والله اني عارفة بدرية بعد الله يهداك انت شا فكرتي قصدها هالشيس وانا ايش دراني ما فكرت بهالشيء بعدين ما كان في داعي الضحك هذا كله علي زين كذي سمعت كل شيء قلتيه زين تستاهل ما حد قال لها توقف عند الباب وتتصوخ ما كانت قاعده تتصوخ جايه تعتذر منك وتراضيك اي صدقت تعال انت ليش مو مداوم اليوم الله والدوام عاد اللي صار لي انا سنه متدرب ولا الحين ماكو شيء بعدين لا يكون يهمك دوامي انت يهمني دوامك ولا شيء ترى انا عندي دوام ادري ما يهمك دوامي يهمك حبيبه القلب اللي قاعده داخل اي والله صدقت شكلها زعلت بعد ما زعلت ثاني مره من الموقف ها هي زعلت حساسة هذه صايرة أوفر مو لايق عليها الزعل كلش هتكلم كذي عاد ترى والله بدرية حبيبة وطيبة أتحكى كذي أنت مليق تعيش اللي خايف منه؟ إيه؟ خايف يوم تزعل إيه أنت ما تيني ما توديني دوام تركبني الباص لا يا رجل وش قاعد تقول أنت تدري من زعلت مني أدورك دوارة بخدمك بس عشان أشوفها لهالدرجة تحبها أنت كذي ها أموت عليها يا أخي فخور وأي قطة عندك أجلها ما أبي أسمع شيء الحين إيه لايقين على بعض لايقين على بعض يعني ايه لايقين على بعض يعني حلوين 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 طيبين قزمط وحلوين حلوين متبين مع بعض الله يحفظكم حبيبي حبيبي والله